هل الإيمان بالمغيبات الأخرى مثل خروج الساعة من المغرب أو الملائكة داخل في الإيمان باليوم الآخر؟ هذا ما هو من اليوم الآخر، خروج الساعة، خروج الشمس المغرب هذا في الدنيا، ما هو لكنه من علامات الساعة، من علامات قرب الساعة، وهو في الدنيا ليس في الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، جاءت علاماتها، وعلاماتها كما ذكر العلماء علامات صغيرة وعلامات متوسطة وعلامات كبرى، منها خروج الشمس من مغربها، هذا من العلامات الكبرى. نعم.